احنا من باب حق الرد لجنابك عن القضايا اللي انعرضت قلت عندي اشياء حقيقيه راح اتحدث بيها. نعم. واكو ملابسات صارت من خلال مقاطع الفيديو اللي انتشرت عن قصه الاراضي وخاصه منطقه الدوره. اذا اريد اتحدث عن هذا الموضوع، هذا الموضوع هاي الاراضي اراضي مزارعين لو اراضي الدوله، هذا نعم. واحد. نعم. اثنين، لان انا هسه الان من اشوف ما تقوله بلديه الدوره والاصحاب السندات يقولون اراضي دوله ما لها علاقه بالمزارعين. تفضل. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. منطقة البعيثة وعرب جبور هي المناطق الزراعية في جنوب بغداد، ويقطن هذه المنطقة أصحابها منذ مئات السنين وسميت بأسمائهم. هذه المنطقة بالتحديد اللي صارت بها المشكلة هي عبارة عن أرض زراعية مساحتها 590 دونم. طيب. في عام 2012 بزمن حكومة السيد المالكي طلبت حكومة السيد المالكي في ذاك الوقت من البلديات إعطائها المساحات الفارغة التي لا توجد بها تعاقدات زراعية أو مساحات فارغة تابعة للدولة من أجل توزيعها على الفقراء وبعض الجهات الأخرى. طيب. وفي ذلك الوقت قامت أمانة بغداد متمثلة في زمن السيد أمين بغداد السيد عبعوب، طيب، بأخذ من كل بلدية سندات، قسم هذه السندات قد تم توزيعها بدون الرجوع إلى أصحابها الأصليين. شلون يعني؟ يعني على سبيل المثال أراضي تابعة إلى وزارة المالية، أراضي تابعة إلى وزارة الزراعة، أراضي تابعة إلى وزارة الصناعة، لم يتم الرجوع إلى هذه الدوائر المعنية. وأنت تعرف اليوم كل أرض هي لها صاحب، في بداية السند مكتوب وزارة المالية أو وزارة الزراعة أو أي وزارة معنية هي صاحبة السند الأصلي. بالتحديد نتكلم على هاي القطعة. هاي القطعة هي تابعة إلى وزارة الزراعة وفيها أكثر من 250 عقد زراعي. طيب. هاي بيها سندات سيادة الناس؟ بيها سندات. يعني دول الساكنين عندهم عقود مع الدولة؟ بيها سندات وبيها عقود زراعية ومزروعة بالنخيل، والصورة بينت أن النخيل مالتها يعني قديم من الزمان. بس شلون تتوزع أراضي؟ توزعت في ذلك الزمان، وكان السيد مدير البلدية في ذلك الوقت متعاون من أجل إعطاء هذه حتى يبقى في مكانه، يعني متعاون، ولم يطرح هذه القضية على وزارة الزراعة. المفروض كان أمانة بغداد تروح إلى الجهة المعنية هي وزارة الزراعة. وزارة الزراعة عندها عقود مع الفلاحين. في حالة إذا أرادت الدولة لأي مشروع، سواء النفع عام، سواء النفع لمصنع، سواء النفع لجهة سكنية، طيب، لازم ترجع على الشخص المتعاقد. الشخص المتعاقد يروح إلى وزارة الزراعة يقول يا وزارة الزراعة أنا عندي عقد شرعي معك، أنا باني بها بيت وهذا البيت مجاز رسميا وعندي بها بساتين وعندي بها زراعة وعندي بها أسيجة، إذا أنت تجين الأرض وتفسخين العقد مالتي انطيني التعويضات مالتي اللي أنا صرفتها على هاي الأرض. جميل. بس رجعني على مدير البلدية. نعم. هذا بتاريخ 2014 لو 2012 تاريخ. منو كان مدير بلدية الدورة؟ ما أتذكر بكتها والله بالضبط، وإنما اللي أتذكر كان الأمين السيد عبعوب في ذاك الوقت. يعني وانطوا السندات بدون الرجوع إلى وزارة الزراعة، وهذا كانت جريمة كبرى. المفروض ينطون سندات تابعة لوزارة المالية وفارغة ما بها أي تعاقدات. يعني معقولة سيادة النائب بلدية؟ نعم. وموجودة وأمانة وموجودة. لا قصدي ما تعرف أنه هاي الأرض لا يعرفون يعرفون ورادون تابعة لوزارة الزراعة ما يصير تتوزع؟ يعني يعرفون بها هاي الشغلة، وإحنا اعترضنا، ولكن كان الاعتراض بعد فوات الأوان لمدة شهر. ذهبنا إلى السيد أمين بغداد في ذلك الوقت وقلنا له هذه العملية خاطئة وسوف تكون فيها نتائج عكسية للفلاحين والناس الساكنين هنا. قال احنا ما راح ناخذ من عندها، راح ناخذ فقط 80 دونم. هاي 80 دونم من ال 590 دونم. نعم، ناخذ 80 دونم فقط والباقي ما نتجاوز عليه. واكو كان موجود، لو شوف بالفيلم اكو سياج موجود من الطابوق، قال ما نتعدى هذا السياج، فقط ناخذ هاي القطعة الفارغة.